أخبرونا سابقا أن القانون لا يحمي المغفلين، هذا قانون الأرض أيها السادة، وربما دهاليز المحاكم، وربما دين المحاماة. أما السماء فلها قانون آخر، إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، اسمع، وأن الله يستجيب دعاء الكافر المظلوم على المسلم الظالم، ليس حبا بالكافر لا والله، ولا بغضا بالمسلم لا والله، ولكن حب رب العباد للعدل وبغضا للظلم. يمكنك أن تدفع ألف ألف رشوة لقضاة الأرض، وربما تستطيع أن تشتري ذمم الشهود، وتستطيع أن تزور العقود، ولكن هذا ليس بنهاية المطاف. المطاف نهايته في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان عودا من أراك سواك. يمكن للمحكمة أن تقتنع بحجتك فيقضي القاضي لك، فأنت فصيح وخصمك بسيط مسكين، لكن هذا ليس بنهاية المطاف أيضا. المطاف نهايته كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من نار. ثم ليس بالضرورة أن يكون هناك محاكم لتضيع أنت في أزقتها وتضيع الحقوق، ثمة حقوق لا تضيع، ربما يجهلها قضاة الأرض، نعم، لكن يعلمها قاضي السماء. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تكون خصما لشخص ليس له إلا الله. لا يغرنك إن كنت مديرا لك سلطة وسطوة وهو موظف مسكين. ربما نمت في ليلة هادئة، كنت ضاحكا مبتسما، وهو قام فتوضأ وصلى ركعتين لله ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني مغلوب فانتصر. فينتقل ملف القضية من الأرض إلى السماء، فيقول الله لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا يغرنك أيها الزوج الظالم إن كانت زوجتك مقطوعة من شجرة فتقوى عليها وتظلمها، وربما تكون أفضل من في الأرض من أمثالك، فربما في منتصف الليل في الثلث الآخر ترفع يديها إلى السماء وتدعو عليك، فمن الذي ينصفك؟ لا يغرنك أنك أمسكت يد أبيك وهو في سكرات الموت، وقمت بتوقيع ووقعت العقود ببيع وشراء، وحرمت إخوتك من الميراث، فكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. لا يغرنك أيتها الزوجة الفاضلة إن كانت حماتك عجوز متهالكة في بيتك تجلس في الزاوية على أريكتها فتطعميها الأمرين، غدا ستصبحين حماة، ويرد إليك الصاع بصاعين، لا يوجد أقوى من مسكين ليس له إلا الله. لا يغرنك إن كنت قويا بارز العضلات وتماديت على مسكين ضعيف، ربما ضعيف الجسد ضعيف الحيلة ليس له أحد، أنبته وأوجعته وضربته فرفع يديه إلى السماء، فابتلاك الله بالأوجاع والأسقام وسلب منك القوة بدعوة مسكين ضعيف، دعوة مظلوم تسلبك كل المال الذي تحويه. فالدنيا شروق وغروب، ننام ونستيقظ، نأكل ونشرب، ثم نورث للقبر. فإن لم تذق طعم الدنيا سعادة وإنصاف وحياة فمتى سنحياها؟ متى سنحيا في الدنيا إن كان همنا أن يعلو بعضنا على بعض؟ إن كان همنا أن نكدر على بعضنا البعض؟ إن كان همنا فلان وفلانة ما بين وشاية وغيبة ونميمة وإسقاط ورفعة؟ متى سنحيا؟ أخبرني عمرك الذي أنت تخشى عليه. هناك أناس سبقوك لقبورهم كانوا من قبل يخشون على أعمارهم. رزقك الذي دفعك للغيبة والنميمة والحفر والسلب والنهب والسرقة، هناك أناس سبقوك إلى قبورهم كانوا يخشون على أرزاقهم. كل ما تخشاه الآن من في القبور كانوا يخشونه، وكل ما تسعى له الآن من في القبور كانوا يسعون له. هم خرجوا وأنت ستخرج، فمتى ستحيا في الدنيا؟ معادلة بسيطة: نقي قلبك، وسع صدرك، ابتسم، وامشي في الأرض ببساطة، ولا تحمل في قلبك على أحد حقدا ولا كرها ولا غلة. هذه معادلة الدنيا. كدرك لن يغير بقدر الله، وسعادتك لن تغير بقدر الله، لكنها تغير من نفسيتك. أطب مطعمك، أطب أهل بيتك،
انظر إليهم، اسعى لسعادتهم. هنا فعلا تكون قد ذقت طعم الدنيا.